بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح يكون موضوعنا عن نظام مقاومة الزلازل المتبع في بعض الدول. في نظام اسمه نظام الشيرول اللي هو الجدران المسلحة. هذا مثال بسيط، إليفيشن، واجهة لجدار مسلح. أوكي، إذا أخذنا في بلان، يعني أقصد المنطقة هذه، راح يكون عندي في هذا الشكل. راح يكون مقسم إلى منطقتين، منطقة راح تكون في يمينه ويساره، اللي هي هذه المنطقة وهذه المنطقة. هذول يسميهم باوندري إليمنت. أوكي، طبعا لهم تسليح معين، والمنطقة اللي بالنص راح يكون لها تسليح كيرتنز وفيرتيكال هوريزونتال ستيل. أوكي، طبعا هم لهم معادلات وتصميم معين. هذا بالنسبة بشكل عام. إذا فرضنا أخذت بلان لمبنى مسطح هذا شكله، طبعا على فرض الجدران هذه هي نظام مقاومة الزلازل اللي هي الشير وولز. انزين، طبعا لو تلاحظون في بعضها في الاكس اكسس وبعضها بالواي اكسس بالمحور السيني والصادي. اوكي، والمربعات هذه طبعا هي اعمده في المبنى. من الملاحظ ان الاعمده اللي في المبنى ابدا لا تقاوم الزلازل، ونهملها بشكل كلي. مقاومه الزلازل نعتمد فيها فقط الشير وولز، الجدران المسلحه، ليست جدران خرسانيه فقط، بل جدران خرسانيه مسلحه. اوكي، فلنفترض يعني ضرب الزلزال في هذا الاتجاه. لاحظوا ان عندي راح يكون اكثر من شيل وورز، عندي راح يكون مثلا هذا وهذا وهذا وباقي. في حال ضرب في هذا الاتجاه، هذا الشير وولز راح يتكنسل، ما راح يقاوم الزلزال. ليش؟ لان نفس ما شايفين عرضه بسيط، فمجرد ما راح يضرب الزلزال ممكن راح يطيف في هذا الاتجاه، فراح يكون غير مقاوم. في حساباتنا اذا ضرب الزلزال في هذا الاتجاه، هذا راح يكون مقاوم، لانه طبعا يحتاج قوه كبيره على اساس يشيله ويلفه، صح ولا لا؟ نفس مو مبين في الشكل، راح يكون عندي المومنت اوف انيرشيا لا عالي في هذا الاتجاه، اما هذا اذا ضربته في هذا الاتجاه راح يكون المومنت اوف انيرشيا له بسيط جدا، اذا كان مثلا مربع مستطيل راح يكون المومنت اوف انيرشيا لهذا الشكل بي في الاتش، تكعيب على 12، طبعا الاتش مني بسيط، لكن لو ضرب في هذا الاتجاه راح يكون المومنت اوف انيرشيا لا عالي اللي هو بي في الاتش تكعيب اللي هو الطول كامل، فراح يصير عندي كبير، بالتالي يتولد عندي ستيفنس اعلى للشير وولز. اوكي، طبعا هذا بشكل ملخص. الحين في حال ضرب الزلزال في هذا الاتجاه، قلنا راح يقاوم شنو؟ 1 2 3 4 5، هم 5 شير وولز راح يقاومون فقط، اما اللي في المحور الواي ما راح يقاومون. طبعا مو كل الجدران راح يقاومون بنفس المستوى، في جدار راح ياخذ 30% في الحمل، في جدار راح ياخذ 20%، حسب كل واحد موقعه، في حسابات معينه نعرف كل جدار كم راح يشيل. فلنفرض راح اعتمد الحين مبدئيا على الجدار اللي بعطيه مبدئيا يقاوم 30%. اوكي، راح اقسم هذا الجدار. طبعا فلنفرض ان المبنى مقسم لخمس طوابق، انا عندي هذا القاعده الاساس، وهذا الطابق الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. اوكي، وطبعا الشير وولز راح يكون ممتد من الارض الى الخمس طوابق كامل. اوكي، فلنفرض الحين ان هذا هو القاعدة وهذا العمود طالع، وراح يكون عندي شير وولز 1 2 3 4 5، الخمس طوابق، راح يضرب الزلزال مركز القاعدة، الزلزال في القاعدة نسميه بيس شير، يتولد عندي في بيس شير. اوكي، هذه القوة اللي تتولد من الزلزال راح تضرب الطابق الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، كل واحد حسب مستوى، طبعا مقسمة لها حسابات معينة. اوكي، راح نرسم من هني الشير دايجرام والبندج مومنت دايجرام. اوكي، طبعا بحسابات معينة كذلك ترسم الشير والبندج مومنت، راح تولد عندي الفي اي والام اي، من خلال الفي اي والام اي راح احسب الاحمال واصمم حديد التسليح بناء على ذلك. اوكي، لو بنرجع للصفحة هذه